من خطوات استعدادية تحضيرية على الورق إلى أخريات ميدانية تفقدية على الأرض، وزير الكهرباء يزور محطة المسيب الحرارية ضمن محافظة بابل للوقوف على حجم الاستعدادات لفصل الصيف وجاهزية خطوط نقل الطاقة، إلى جانب متابعة إكمال الصيانات الدورية. زرنا هذه الرقعة الجغرافية بين بابل كربلاء والنجف للاطلاع على تشغيل واستعداد المحطات للعمل. هذه المحطة كهربائية محطة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا. تم إعمال الصيانة من قبل كان متقدم والاستعانة أكيد بالخبرات الأجنبية، والآن هذه الوحدة الأخيرة بقية تدخل عمل نهاية الأسبوع القادم، نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، وجهوزيتنا إن شاء الله جاهزة للصيانة. زيادة الطاقات التوليدية مع إنجاز أعمال الصيانة جعل محطة المسيب الحرارية تعمل بكامل طاقتها عند 850 ميجاوات، بعد أن كانت تعمل بالنصف. توليدها الكامل سيزيد من ساعات التجهيز، التجهيز الذي سيخدم العاصمة ومحافظات الفرات الأوسط بعد رفع الإنتاج. هذه المحطة لوقت سابق كانت تعاني وتستلزم صيانات طارئة ودورية للمحطات، كانت طاقتها 450، اليوم وصلت لطاقتها الكاملة 850 ميجاوات لأن تكون جاهزة لرفض المنظومة، وبالتحديد محافظة بابل خلال فصل الصيف سينعكس إيجابا على ساعات تجهيز الكهرباء. أكملنا أعمالنا في 1/5 والحمد لله دخلت وحداتنا بكامل طاقتها الإنتاجية الآن، وهي الآن قيد المراقبة وقيد العمل ليلا مع النهار، ليكون هذا الموسم إن شاء الله هو الموسم الأفضل عن السنوات السابقة. مراحل تتابعية تشهدها منظومة الشبكة الوطنية استعدادا لفصل الصيف وذروته، مراحل لزيادة ساعات التجهيز التي كانت متغيرة متفاوتة. إذن صيانة عدد من المحطات التوليدية وإضافة طاقات جديدة إلى محطة المسيب الحرارية استعدادات لاستقبال موسم الصيف الذي قد يشهد تحسنا في ساعات التجهيز عن المواسم الماضية. من قضاء المسيب بمحافظة بابل، بدر الركابي، التغيير.